السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. أدعو الله أن تكونوا جميعكم بخير وبصحة وعافية بإذن الله. في فيديو اليوم حبيت نتكلم لكم على بعض الأخطاء التي يمكن ارتكابها عند تشكيل نباتات ووضعها مع بعض. فكرة هذا الفيديو جاءتني من خلال هذه النبتة اللي راكم تشوفوا فيها هنا، أو التشكيلة هذه تم إهداؤها إلى ابنتي وئام، صديقتها أهدتها لها، وهي تشكيلة جميلة جدا. يعني كما راكم تلاحظوا هذا الإناء الذي تم اختياره جميل جدا على شكل عربة، وتم وضع نبتتين جميلتين جدا. هذه نبتة البولكا دوت بلانت أو هيبوستس أو النبتة المرقطة، إذا فهي نبتة جميلة جدا. لاحظوا النقط الوردية على الأوراق جميلة جدا. والنبتة الثانية هذه اللي فرولا هي أحد أنواع النباتات العصارية، هو نبات الكالانشو أو الكالانكوي أحيانا تسمى بهذه الطريقة، وهو نبات عصاري كما خبرتكم. إذا لاحظوا أن أوراقه سميكة، لأنه خاصية النباتات العصارية هي أنها تحتفظ بالماء في أوراقها، بالإضافة إلى أنه نبات مزهر جميل جدا. إذا كما تلاحظوا هذه الأزهار الصفراء الجميلة تناسبت جدا مع النبتة اللي معها. لكن ما هو الخطأ الذي تم ارتكابه؟ هو أن احتياجات النبتتين مختلفتين، خاصة من ناحية الري. إذا فالنبتة هذه المرقطة معروفة بأنها تحتاج إلى تربة تكون دائمة الرطوبة، يعني تحتاج إلى ماء. إذا ما سقيناهاش بصفة مستمرة فهذه النبتة ستذبل، ويعني الأوراق تاعها ستذبل. على عكس النباتات العصارية اللي هي لأنه تحتفظ بالماء في أوراقها فهي لا تحتاج إلى السقي الكثير، إذا يجب الانتظار حتى تجف تربة تماما باش نسقيها. إذا لاحظوا وضعت نبتتين باحتياجات مختلفة في نفس الإناء، بالإضافة إلى ذلك هذا الإناء لا يحتوي على ثقب من أجل تصريف المياه. لاحظوا هنا لا يوجد ثقب. إذا فالحمد لله، يعني لما شفتها قلت لها الوئام، هي صح وضعتها في غرفتها، في نافذة تاع غرفتها، لكن قلت لها أنا سأهتم بها، سأحاول أن أترك التشكيلة هكا لأنه هدية من صديقتها وماهيش حابة يعني تفكك التشكيلة وتوضحهم، فسأحاول فقط أن أقوم بالسقي هنا فقط في الأمام الجهة تاع النبتة هذه وأراقب يعني النبتة. إذا شفت باللي هذه بدات الاوراق تاعها تتعفن او بدات تذبل، نعرف بانها نبته الكالانشو راهي تحتاج الى راهي تتلقى الكثير من الماء، والشيء هذا غير لائق. واذا شفت باللي هذه بدات تذبل فمعناها فهي ليست تتلقى الكميه الكافيه، فايضا ساقوم بنقلهم. لكن الى حد الان هي عندها هذه التشكيله منذ حوالي اسبوعين، الى حد الان الحمد لله، يعني راهو النبتتين في حالة جيدة. إذا وضعوا لها أيضا هنا هدايا فقط للزينة، هذه الطحالب وضعوها للزينة، وفي نفس الوقت هي تساعد على الحفاظ على الرطوبة. إذا سقيتها مرة واحدة فقط، سقيت من الجهة الأمامية في خلال أسبوعين، لأنه الآن رانا في فصل الخريف، الأشعة تاع الشمس يعني الضوء عفوا نقص، وبالتالي ودرجات الحرارة أيضا انخفضت لأننا رانا في بداية فصل الخريف، فالنباتات لا تحتاج إلى الكثير من الماء، ما تجفش التربة بسرعة، فلذلك فاحتجت أني نسقيها مرة واحدة. وكما تلاحظوا هنايا هذه النبتة المرقطة هي بدأت تفقد الألوان الجميلة تاعها، هذا يعني أنها ليست تتلقى الإضاءة الكافية. هي المفروض أنها تحب الإضاءة قوية لكن غير مباشرة. أنا وضعتها في النافذة تاع غرفة وئام اللي هي متجهة نحو الشرق، فهي تتلقى شمس الصباح، المفروض أنه تكون إضاءة كافية، لكن بما أنه رانا في فصل الخريف الأيام كلها غائمة والنهار أصبح قصير، فأعتقد بأنها ليست تتلقى الإضاءة الكافية، لذلك فالألوان تاعها راهي تميل إلى الأخضر، بالإضافة إلى أن حجم الأوراق راهو يصغر. شوفوا الأوراق الأولى كانت أكبر، الأوراق الجديدة صغيرة، وهذا علامة على نقص الضوء. ربما ما زال ما استخرجش الإضاءات التوعي الخاصة بالنباتات الصناعية، ربما إذا خرجتها ريحان وضحى تحت الإضاءة الصناعية.
وهكذا باش تتلقى اضاءه اكبر. لكن هي نبته جميله جميله جدا عفوا. وكما قلت لكم اذا هذه هي، حبيت فقط نشارككم بهذه الفكره باش نتوما ايضا تاخذوها بعين الاعتبار لما تقوموا بوضع تشكيلات. اذا لما نحبوا نوضع تشكيله من النباتات، من الضروري اننا نختار نباتات اللي عندها نفس الاحتياجات من ناحيه الاضاءه، من ناحيه الري، ومن ناحيه نوع التربه، وحتى من ناحيه التسميد، لانه هناك نباتات لا تحب التسميد بكثره، واخرى تحب، خاصه النباتات المزهره، فتحب ان يتم تسميدها بشكل مستمر. اذا هذا هو بالنسبه لفيديو اليوم. اتمنى انه هذه الفكره يعني تقدر تفيدكم في المستقبل باذن الله. اشكركم على المتابعه، نلتقي في الفيديوهات القادمه باذن الله، واترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام.